وحول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف المهندسة عائشة خالد الحرم، أخصائية هندسة فضاء في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. أهلا بك في نشرة أخبار الثالثة. بداية، ما أهداف المبادرة المتعلقة بذوي العزيمة؟ بداية أشكر لكم استضافتكم، وبالحديث عن الهدف الرئيسي لهذه المبادرة فهو يحاكي التوجهات الحالية بتدريب وتمكين ذوي العزيمة لإدماجهم في المجتمع وسوق العمل، وذلك طبعا من خلال نشر الوعي بعلوم الفضاء وتعزيز فرص التعليم والتطور اللازمة لفئة ذوي العزيمة لتمكينهم من أنهم يصلون إلى المعرفة الصحيحة والفهم الصحيح لمجال علوم الفضاء وتطبيقاته وتعريفهم على فوائده للبشرية، خصوصا في ظل شح الموارد الحالية والموارد العالمية بشكل عام في مجال الفضاء وتقنياته التي تختص بهذه الفئات من المجتمع. ستتضمن بإذن الله المبادرة تقديم سلسلة من الورش التعليمية في مجال علوم الفضاء وتقنياته باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى لغة الإشارة، وهذا الشيء راح يقدم فرص ثمينة لبناء القدرات لكل من فئة الصم والبكم والمكفوفين. كذلك هي تهدف إلى مساعدة هذه الفئة إلى إدراك قدراتهم الكامنة وزيادة ثقتهم بأنفسهم وأنهم من ذوي الكفاءة ومتمكنين حتى من العلوم الجديدة كباقي أقرانهم من بقية أطياف المجتمع، وذلك باعتبارهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع، مما سيساهم في تزويدهم بمهارات وخبرات جديدة مطلوبة ومستحدثة لسهولة تواصلهم وتفاعلهم مع المجتمع وتطوره. نعم، وكيف ستسهم هذه المبادرة في تحقيق أهداف الهيئة المتمثلة بالارتقاء بمجال الفضاء في مملكة البحرين؟ طبعا لا يخفى عليكم أن هذه المبادرة ستضع مملكة البحرين في أعلى قائمة الدول التي تعنى بنشر علوم الفضاء لهذه الفئة، كونها المبادرة الأولى من نوعها على المستوى العالم، فستساهم في تحقيق هدف الهيئة في النهوض بنشر الوعي بعلوم الفضاء من خلال تحقيق التكامل المعرفي الفضائي بين مختلف فئات المجتمع. فإحنا في الهيئة الوطنية دائما ما نؤمن بأن الفضاء والعلم هو للجميع ولا يقتصر على فئة معينة فقط، ولا يمكن لأي تحديات أن تقف عائقا في طريق العلم أو المعرفة لأي فئة من فئات المجتمع. فهذه المبادرة بإذن الله راح تحدث نقلة إيجابية في مجال تعليم علوم الفضاء وتعزيز القدرات الوطنية في هذه المجال، فهي راح تعطيهم الفرصة أنهم يستفيدون من هذه التقنيات المتقدمة ويتعلمون مواضيع متنوعة وبأساليب مبسطة ومفهومة من أجل خلق قطاع فضائي بحريني مستدام بإذن الله. نعم، المهندسة عائشة خالد الحرم، أخصائية هندسة فضاء في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، شكرا جزيلا لك.